لغة عربية جتنا سهلة والأسئلة جاونا سهلين. كان النص يتحدث على المريض، للإنسان المريض، وجتنا سهلة. كانت فترة الصباحية سهلة بالنسبة للرياضيات واللغة، بالنسبة سهلة. والفترة المسائية أتمنى تكون سهلة. كنت في الصباح خائفة جدا، في نفس الوقت فرحة. من خلال الدردشة مع بعض التلاميذ أثناء خروجهم من مركز الإجراء، يبدو أنه يعني بناء على البشاشة التي هي على وجوههم يبدو أن النتائج تكون جيدة بحوله تعالى. المواضيع الحمد لله كانت في متناول الجميع.